بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حبيت نذكر نقطة مهمة في حياة المدعو كريم مولاي، وهي علاقاته يعني بأصدقائه. بداية أريد أن أذكر أنه 90% من أصدقاء هذا مولاي كريم من الجنس اللطيف، يعني من الإناث، سواء داخل الحرم الجامعي طالبات جامعيات معاه، يميل للطالبات أو للإناث أكثر من الذكور باعتبارات راح نذكرها فيما بعد، أو خارج الجامعة يربط علاقات مع الكاتبات السكرتان. عنده يعني عنده مئات الكاتبات اللي يعرفوا صديقاته. الاعتبار الأول هو اعتبار شخصي محض، وما عنديش الحق أن نتكلم فيه، نترك الكريم مولاي هو ممكن ينورنا بالاعتبار الشخصي هذا أو الاعتبار يعني الشخصي جدا مرضي هو يعرفه. الاعتبار الثاني هو أنه يتقرب إلى مسؤولين سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة، يتقرب إلى تجار رجال أعمال، يتقرب إلى عناصر من مصالح الأمن على يعني اختلاف الأجهزة الأمنية، وخاصة من جهاز المخابرات اللي العناصر اللي يتكلم عليهم اللي هم ضباط صف كان يعرفهم، يتقرب لهم عن طريق تقديم هذه الصديقات كقربان، يعني يضحي بهم، ينظم سهرات حمراء مع هذا الأشخاص اللي ذكرتهم، وهو عليه يعني عليه البنات مثل ما نقولوا بالدارجة، يعني هما ينظموا سهرة، هو يقول لهم خلاص ما كاش مشكل اليوم أنا نجيب لكم أربعة يجوا يسهروا معنا ولا خمسة، وبالفعل يأخذ معه أربعة خمس طالبات يستعملهم، يأخذهم معاه يروح يسهر مع جماعة، يروح يسهر مع حتى رجال أعمال يتلقى أموال مقابل الخدمة هذه الرخيصة اللي قدمها، وهو وهذه الأموال اللي يتحصل عليها من الجماعة اللي يعطوهم له جزء منها يخصه كهدايا لصديقاته، اللي يشتري لها يعني قطعة ذهبية، اللي يشتري لها يعني عطر من عطور يعني الغالية، اللي يشتري لها يعني هدية يعني عبارة عن لبس أو المهم، أو يعطيها أموال، يعطيهم أموال كي يعطيهم يعني مباشرة أموال، يعني يقتسم معهم هدية مهنته. النقطة الثانية كانت علاقاته مع الكاتبات خارج داخل الحرم الجامعي، حتى كان مثلا يربط علاقة مع كاتبة مدير أو عميد جامعة باب زوار، الحراش بن عكنون، جامعة تكون متواصل، كثير من المراكز الجامعية عن طريق الكاتبات يتحصل على بطريقة أو بأخرى، يعني سواء يعني الاشتراك معهم أو التواطؤ مع هذه الكاتبات أو يغافلهم. لما تخرج هو يكون معها في المكتب، لما تخرج من المكتب يأخذ مجموعة من شهادات التسجيل، مجموعة من بطاقات الطالب، مجموعة هو ذكرها، لكن هو ذكر أنه كان يأخذ هذه الأمور ويسلمها إلى أشخاص، لكن ما ذكرش كيف كان يأخذها. هو يعني حب يكذب علينا يقول انه كان مسؤول وكان مدير دراسات، هذا احنا كذب يعني، هذا وضحناه انه ما, 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 ما مش ممكن. اذا الطريقه هو اللي كان يتحصل بها، هذه الطريقه عن طريق الكاتبات، كان ياخذ بطاقات شهادات تسجيل، ووصلت به يعني الوقاحه انه ياخذ حتى شهادات نجاح، شهادات نجاح يسلمها لشباب من خارج الجامعة ما عندهم حتى علاقة بالجامعة، عمرهم ما درسوا، عمرهم ما دخلوا يعني مدرج الجامعة، تحصلوا على شهادات ليسونس وما فوق مقابل أموال. كاين الآن راهم حتى ممكن يدرسوا في الخارج بشهادات ما عندهاش أساس من الصحة، ما عندهاش حتى يعني ملف قاعدي، يستلم منهم أموال، كي يستلم منه 20 مليون، كي 10 مليون، كي 30 مليون، يعني كل واحد يسلم حتى شهادات تسجيل لشباب اللي يستعملوهم في استخراج تأشيرات إلى الخارج، يستعملوهم في طلب تأجيل من الخدمة الوطنية، يستعملوهم في استكمال ملفات حتى ملفات عمل، يعني كثير من الأمور. علاقاته يعني
نفس الشيء توسعت إلى الكاتبات حتى السفارات المعتمدة، مثلا في سفارة تركيا، في سفارة أندونيسيا، في سفارة المغرب، في سفارة المجر، في سفارة ليبيا، في سفارة سوريا، في سفارة أندونيسيا، في كثير من السفارات كان يستغل هذه الكاتبات لأمور كثيرة. من بين الأمور مثلا كان يسهل استخراج تأشيرات السفر، مثلا تأشيرات إلى تركيا كان هو يتحصل عليها بسهولة، أي شخص يريد تأشيرة إلى تركيا يروح عند كريم مولاي المعروف مقابل مبلغ مالي، مرات مليون، زوج ملايين، ثلاث ملايين، يتحصل لك في 24 ساعة، كاين مرات أقل في نفس اليوم يجيب لك تأشيرة. الكثير من الدول حتى تأشيرات أوروبا كانت عنده علاقات حتى يعني بطريقته، هو عنده ميزة قبل ما يصاب بمرض التأتعة، لأنه الآن ربي شافيه راهو مريض، عنده أكثر من مرض يعني مش فقط التأتعة ما يتكلمش مليح، كان عنده لسان يعرف يهضر، يلبس مليح، شباب شباب يعني، وهذا ممكن هذا اللي قربوا للإناث أكثر. هذه الميزات اللي فيه كانت تخليه يتقرب أو يندس يعني بسهولة داخل كثير من المراكز عن طريق الكاتبات، وكان بصراحة ما ضيع حتى فرصة يعني يحضر في الأفراح في القراعات، تروح للوفاة توجدوا حاضر، تروح لحفل توجدوا حاضر، عرس حاضر، طهور حاضر، يعني كل مناسبة أي مناسبة تخطر على بالك وتروح توجد هذا كريم مولاي، عمره ما يضيع فرصة، يعني المآدب وين يكون فيها أكل وشرب ويعني مجموعة شخصيات توجد كريم مولاي، يعني أول حاضرين توجدوا هذا كريم مولاي، يعني ما يضيعش. مثل ما قلت ساهم في كثير من المشاكل داخل الجامعة، مثلا مؤخرا ظهرت قصة اللي هي تزوير مجموعة من الشهادات ومجموعة من شهادات النجاح في جامعة التكوين المتواصل. أنا نأكد أنه هو اللي كان وراء العملية، وهو اللي سرب كثير من الشهادات وخرجها خارج الجامعة وباعها لأشخاص ما عندهم حتى علاقة، والقضية معروفة تطرقت لها وسائل الإعلام مختلفة، والقضية يعني وصلت حتى للمحاكم، لكن نأكد أنه كريم مولاي هو اللي كان وراء العملية، وهو الآن راهو خرج، راهو في الخارج هرب. اللي يدفع الثمن هما يعني البسطاء من بينهم، يعني الكاتبات اللي كان يستغلهم، يعني السكرتير اللي كان يستعملهم هما اللي يدفعوا الثمن. يعني هذا كريم مولاي هذه علاقاته مع الجنس اللطيف. هنا فقط نوضح نقطة مهمة هو ذكرها في تدخلاته، سواء في القنوات، في القناة التلفزيونية أو في المنتديات أو في هنا في الفيسبوك أو في حتى في الحوارات الصحفية نعملها في مجموعة من الجرائد، يقول أنه اغتصبوه، يعني تم اغتصابه في ليبيا، في الجزائر، في اكثر من مكان، وفي اكثر من يعني في اكثر من زمان، داخل السجن، خارج السجن، يعني هو يعترف انه اغتصبوه. يعني هذا الشخص، انا بصراحه يعني شيء يضحك اني عمري ما سمعت شخص اغتصبوه، يعني ما نقولش يعني عمري ما سمعت انثى بنت اغتصبوها مثل ما اغتصبوا هذا كريم مولاي. كان السؤال المطروح يا هل ترى هو يعني راضي بهذه الأمور وهو اللي يطلب أنه يغتصبوه، والله هو ما يغتصبوه، منش عارف يعني، هذا السؤال المطروح قبله يجاوب عليه. وأنا هنا نعطي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يعني مش معقول أن جهاز عريق مثل جهاز الأمن الجزائري، جهاز المخابرات الجزائري، يعمل في ثقة في شخص مثل هذا اللي يغتصب في اليوم أكثر من 3 مرات. يعني مش معقول، مش منطقي أنه جهاز مثل الجهاز الجزائري يعمل ثقة في شخص مثل هذا ويكلفه بمهام داخل الوطن وخارج الوطن وفيه كل العيوب هذه، وآخر عيب فيه أنه صالح للاغتصاب في كل مكان وزمان. السلام عليكم.